هذه مليحة نسيت القضية على كل حال راه يعلم مكونها جايين على كل حال اتصلنا بالأوبيكتيف إلى الشرطة وشرطة عميد الشرطة عبد الهادي لقرا رئيس لمصلحة الأمن والمراقبة بجامع الجزائر. تزامنا مع إقامة صلاة التراويح بجامع الجزائر خلال الشهر الفضيل، سخرت مصالح أمن ولاية الجزائر كافة الإمكانيات المادية والبشرية من خلال إقحام مختلف التشكيلات الأمنية التي تعمل على تأمين المداخل ومخارج المدينة عبر مختلف المساكن المؤدية لجامع الجزائر، على غرار إجراءات أمنية استباقية تتعلق بالتأمين والتطهير الشامل من خلال تنظيم حركة المرور وتسهيل سيولتها عبر كافة الطرق، مع وضع تشكيل أمني مكون من قوات شرطية تابعة لمختلف المصالح، منها وحدات الجمهورية للأمن، المصلحة الولائية للأمن العمومي، الفرق العملية التابعة لمختلف مصالح أمن القطاع الإدارية، فرق الشرطة القضائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، إضافة إلى مصلحة الأمن والمراقبة لجامع الجزائر التي تسهر على تأمين الداخلي والمحيط الخارجي للمنشأة باستعمال مختلف الوسائل التقنية المتاحة على غرار المراقبة بواسطة الفيديو، كما تبقى الأرقام الهاتفية للمديرية العامة للأمن الوطني الخط الأخضر 15-48 والخط النجدة 17، تطبيق ألو شرطة تحت تصرف كل المواطنين لتبليغنا أي تجاوز.